السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اصدقائي، اول شيء نسحب الموقع، الموقع بيدفع على الفوشيت بي بكل هدول العملات، ما حددنا للسحب 1 سنت فقط لا غير. بيدفع كمان على باينانس بعمل الدولار الباينانس او باينانس يو اس دي، بيحددنا للسحب 10 سنت. كمان نفس المبدأ بالنسبة للباير، بيدفع بدولار الباير بيحددنا للسحب 10 سنت. كمان بالنسبة للكوين بيز، كمان الحدود الادنى للسحب بعمل شيبا اينو قليل جدا. فانا راح اختار فوشيت باي. شايفين اصدقائي بعملة البيتكوين، الحد الادنى للسحب بسيط 1000 نقطة، هو 1 سنت فقط لا غير، وهذا الشيء كثير منيح، يعني حوالي 40 ساتوشي من عملة البيتكوين. اذا نزلنا بالصفحة لتحت اصدقائي، بعد ما اخترت البيتكوين على الفوشيت باي معي 1115 نقطة، بيطلعوا 43 ساتوشي من عملة البيتكوين. طبعا هون انا حاطط ايميلي داخل الفوشيت باي، هذا الموقع بيدفع عن طريق الايميل. حل اصدقائي الكباتشا اللي هون، وبروح على السحب هاي اللي هون، بضغط عليها. طبعا انا هيك طلبت السحب، بس وصل الدفع على محفظتي، ممكن تاخذ 10 دقائق، ربع ساعه، 24 ساعه للاكثر. انا بتابع معكم الفيديو. طبعا اصدقائي خلال 48 ساعه تم الدفع على محفظتي، كاتب لي يور بيندينج ويزدرول واز بروسيد، يعني تم الدفع. اذا انتقلت لمحفظتي الفوشيت باي، طبعا هي الدفعه، دفعه بسيطه 43 ساتوشي من عمله بيتكوين نورمال بيمنت، طبعا كوينز فوشيت، هذا هو الموقع. طبعا اصدقائي موقع جيد مجاني 100%، بيشتغل من 4 او 5 سنوات، انا بستخدمه بشكل يومي، كل ما وصل للحد الادنى للسحب بطلب السحب من الموقع دائما، ما بتاخر اكثر من 48 ساعه. موقع من افضل المواقع اصدقائي بعد ما شفنا اثبات السحب منه. ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل، راح يحط لك اياه بصندوق الوصف، طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، هذا اللينك بيحطك على المدونه الخاصه فيه، المدونة الخاصة فيه في لينك مباشر، يعني ضاغطين اخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحة. اول شيء نحن بننشئ حساب جديد، بنروح على كلمة البدء هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بيقول لنا الموقع عبي هاي البيانات، بنحط هون اسم مستخدم باللغة الانجليزية، ايميلنا لازم يكون جيميل، باسورد نعيد الباسورد، بننزل لتحت اخي الكريم، بنحل الكباتشا، بنوافق على الشروط، كرييت اكونت بيكون صار عندنا حساب. الموقع ربعتنا رسالة تأكيد على بريدنا الالكتروني، ممكن نلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه، في لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بروح للصفحة الأساسية بالموقع، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا أصدقائي هاي الصفحة الأساسية داخل الموقع، نحن بنجمع كوين أو نقاط، شايفين أصدقائي، بس نوصل لحد الأدنى للسحب نطلب من هذا الموقع. موجود مجموعة كتير كبيرة من طرق الربح، عندنا هون المكافأة اليومية أو المطالبة، ضغطت عليها أخذت 70 نقطة، وأخذنا كمان ترفيع داخل الموقع. شايفين أصدقائي أنا كاسب نقاط كتير من هذا الموقع، مثل ما قلنا أنا بشتغل عليه من عدة سنوات، موقع صادق 100%، كل هاي النقاط أنا مكتسبة وسحبها من هذا الموقع، بتطلع مبلغ كمان جدا حلو أصدقائي. طبعا في عنا مثل ما قلنا طرق كتير هون ممكن نكسب منها، عنا هون إعلانات بي تي سي، ضغطت عليها. طبعا تفتح معنا هاي الصفحة أصدقائي، بلاقي مجموعة من الإعلانات، بس شاهد الإعلان 5 ثواني وبكسب القيم الخاصة فيها. روح على جو، شيء سهل وبسيط، شايف اصدقائي عدادي رقمي سريعة جدا، ما بتلحق تحمل الصفحة الا بيعطيك الكاباتشا، وهي ريكاباتشا جدا سهل يا اصدقائي، واغلبية الاحيان بتنحل بشكل اوتوماتيك. شايفين اصدقائي انحلت، فيريفاي تأكيد، بسكر النافذة الاعلانية اللي هو الاعلان اللي كنا بنشاهده، تمام اصدقائي، وفيني تابع بقية الاعلانات اكسب منها. طبعا في عنا هون اصدقائي صنبور، شايفين اصدقائي ريدي يعني جاهز، صنبور جدا كويس اصدقائي، 80 كوين، شايفين 80 كوين جدا كويس هذا الصنبور. اذا نزلنا لتحت وحلينا الكباتشا اللي هون، ورحنا على كلمة المطالبة او كليم هاي اللي هون، شايفين اصدقائي بيعطيني انتي بوت، جدا سهل، عمليات حسابية بسيطة. طبعا هاي اول وحدة، هاي ثاني وحدة دائما باليسار اليمين، وهي ثالث وحدة كولكت، كسبنا قيمة هذا الصنبور او هاي المطالبة. شايفين اصدقائي بعد 30 دقيقة فيني ارجع طالب من هذا الصنبور، صنبور جدا قوي. طبعا اصدقائي في عندنا هون كمان طرق تانية كتير، عندنا انجازات، عندنا روابط مختصرة، شورت لينك، اضغط عليها. طبعا تفتح معنا هاي الصفحة اصدقائي، موجود مجموعة كتير كبيرة من الروابط المختصرة، كلها اغلبية روابط سهلة، الاكسي جدا سهل 46 كوين، الداش 45 كوين، شرينك مي جدا سهل ب 47 نقطة، كل ما عليه اني اروح على كليم هاي اللي هون. طبعا نفس المبدأ بنفذه لكل الروابط المختصرة. بيعطيني كباتشا هون، بنحل الكباتشا وبروح على كليك هير تو كونتينيو، بسكر هي النوافذ المزعجه، بروح على كليك هير تو كونتينيو. في عندنا هون اخر مرحله اعدادي رقميه، ورجعنا للموقع، شايفين اصدقائي اخذنا 47 كوين، انضافت برصيدي داخل هذا الموقع.
فيني تابع بقية الروابط المتصلة أكسب منها كلها مشابهة لهذا المبدأ. أهم شيء داخل هذا الموقع وأكثر شيء ممكن نكسب منه داخل المواقع الربحية أصدقائي هي الأوفر وول أو العروض. تضغط عليها طبعا تفتح معناي صفحة. هذا الموقع بيدعم كل العروض الأساسية مثل مونوليكس، بيرسوناليتي، تايم وول، أوفر فور أول، أوفر فور كريبتو. شايفين أصدقائي كل هدول العروض. بيتكو تاسك كمان جدا جميل بيدعموا هذا الموقع، وعندنا الإكسنتيف اللي هي على شكل ألعاب. طبعا بالبيتكو تاسك في كتير اعلانات كويسه، انا دائما بشاهدها كمان داخل بيتكو تاسك وداخل هذا الموقع تحديدا. اذا رحت انا على فيو فتحت معي الصفحه الاعلانيه، كل اعلان ب 140 نقطه وبينضافوا بشكل فوري. شايفين اصدقائي انا مشاهدهم دائما كل يوم او الثاني بفوت بشاهد اعلانات البيتكو تاسك. هون يوصلوني للحد الادنى للسحب خلال 5 دقائق بس شاهدوا الاعلانات. تمام اخي كريم، بوصل للحد الادنى للسحب، يعني هذا 140 140 140 هدول تقريبا 500 نقطه. الحد الادنى للسحب اصدقائي هو 1 سنت، 1000 نقطة داخل هذا الموقع. مطالبة صنبور معهم اعلانين 3 عاديات، رابط مختصر. بكل بساطة وصلت لحد الادنى للسحب. كل يوم فيك تسحب من الموقع، ما راح تصير مليونير داخل هاي النوعين من المواقع، لكن كل يوم فيك تسحب منها. انت حط ببالك 5 4 10 مواقع مشابهة لهذا المبدأ، بتلاقي عندك كل نهار دولار او 2 من هاي النوعية من المواقع. كل ما عليه اني اروح على واتش اد وانتظر هذا الخط يكتمل. طبعا انتهى هذا الخط، اعطاني كباتشا اختبارية بس بختار الصورة المخالفة. شايفين اصدقائي كسبنا ال 140 نقطة. فيني تابع بقية طبعا هدول الاعلانات اكسبنهم، انا كل نهار باخذهم من هذا الموقع. حتى اذا رحت للصفحة الاساسية، شايفين اصدقائي اذا رحنا للداشبورد راح يعطيني اياهم بشكل فوري برصيدي داخل هذا الموقع. شايفين اصدقائي من 11 ثانية انضافت ال 140 نقطة طبعا، وهذا المبدأ هذا الموقع فيه بالنسبة لكل العروض. طبعا اخي الكريم انت نفذ العروض على هذا الموقع، هو من افضل المواقع اللي ممكن تنفذ عليها عروض. مثل ما قلنا انا بشتغل عليه من سنوات وهو موقع ثقه وجدا عالي. مثلا اذا رحنا كمان للمونوليكس ورحنا على فيو، فتحت معنا هاي الصفحه، موجود داخل المونوليكس اعلانات، موجود عروض، موجود كمان استطلاعات راي. استطلاعات الراي هي متاحه بعدد قليل من الدول، لكن العروض متاحه بالكل. شايفين اصدقائي كل هاي العروض موجوده داخل المونوليكس، كلها ممكن اشتغل عليها نفذها واكسب القيم الخاصة فيها. طبعا بعض العروض إلى مؤقت زمني من داخل العرض نفسه، هذا مختلف عن المؤقت الزمني الموجود داخل الموقع مشان تعرف وتفهم هذا الشيء. بعض العروض تنضاف بشكل فوري، بعض العروض تحتاج 24 ساعة لإضافتها، لكن العروض الصغيرة اللي بتكون ب 10 سنت 50 سنت ما تنضاف بشكل فوري داخل هذا الموقع، وهذا شيء كتير منيح. طبعا فيني كمان تابع بقية العروض مشطة واكسب منها. إذا شاهدت الإعلانات الموجودة فيها كمان هذا الشيء كتير منيح، بيساعدك تكسب بشكل اسرع داخل هذا الموقع. كمان الموقع فيه تعدين مايننج، شايفين اصدقائي اضغط عليه. طبعا اصدقائي هذا تعدين حقيقي بيعتمد على قوه جهازك، انت لازم تترك المتصفح شغال، بتروح بعدين على كلمه ستارت ببلش يعدن لك. كل ما كان جهازك قوي بيعدن لك اكثر من هاي العملات الرقميه. بس توصل ل 1000 كوين بتروح على ويزدرو، بصيروا برصيدك داخل هذا الموقع فيك تسحبهم. طبعا اذا انت حاطط اي اضافه توقف التعدين الخفي او توقف اي نوع من التعدين على جهازك، فما راح تظهر لك هاي الصفحه، لازم توقف الاضافي. كمان اصدقائي الموقع في رابط احالي، هون كلمه ريفرال اضغطنا عليها، بس هذه رابط الاحالي الخاص فيه، باخذوا كوبي بوزعوا للاصدقاء اللي استفاد من الموقع بشكل افضل. يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. موقع صادق بيشتغل من سنوات، هو من افضل المواقع اللي ممكن تكسب منها عملات رقميه. بالنهاية أصدقائي بعيد وبأكد دائما أي سؤال عن مشاريع الربح بالإنترنت بشكل عام بربح العملات الرقمية اكتب ليها بالتعليقات، وإن شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.